أنا بس بقول إن شعب البحرين دايما يستاهل إنه يكون من أسعد شعوب العالم، ويعني مثل ما تفضلت يا أخوي إبراهيم، وأنا دايما أقول لأخوي إبراهيم رد الحكومة لحين ما ياكم، وخايفين إنه ما يجي أصلا، والضريبة على الأبواب. والشيء الثاني في مقترحنا إحنا ضايفين معالي الرئيسة إن المواطن هو اللي راح يدفع الأرباح القروض، وهذا يختلف. يعني إحنا مو مطالبين فقط بإسقاط القروض، لا، إسقاط القروض، وضايفين لها إن المواطن يتكفل بدفع الأرباح.